دكتور فيصل، صباح الخير واهلا بك في برنامج صباح النور، شكرا لتلبيتك دعوتنا. بدايه هيك في جوله سريعه على محركات البحث، عثرنا دكتور على مقالات مختلفه حول الجرائم العائليه، كالجرائم العائليه تهدد المجتمع التونسي، جرائم القتل العائليه تشهد ازديادا في سوريا، الجرائم العائليه ظاهره ملموسه في الاردن وغيرها من الدول العربيه. ما مرد هذا الارتفاع الكبير في الجرائم العائلية برأيك؟ صباح النور، مرحبا. أكيد على مستوى الوطن العربي والبلدان العربية يمكن أن نحصر بأن هذه الجرائم تأتي من ثلاث دوافع أساسية. هناك ما يسمى بجرائم الشرف، وهي شائعة وسط المجتمعات العربية، خاصة المجتمعات القبلية المبنية على الانتقام، لأن هناك من يعني أسقط شرف العائلة إلى غيرها من الأسباب والدوافع الواهية. كما أن العامل الثاني والرئيسي هو تناول المخدرات أو الإدمان على المخدرات، الذي يمكن أن يوصل في أقصى مراحله إلى فقدان التمييز والقدرة العقلية على كل الأفعال، ويسبب أيضا في الانفعال المؤدي إلى العنف. والسبب الثالث وهو الرئيسي وأظنه المشترك بين كل الأسباب هي عوامل الاضطرابات النفسية، وخاصة الاضطرابات العقلية الذهانية. هذه الاضطرابات التي تجعل الإنسان يصل في مرحلة من المراحل إلى أنه لا يستطيع التمييز بين العدو وفرد من أفراد العائلة، بحيث أنه يصبح فكرة الشك هي التي تسيطر على دماغ هذا الإنسان المريض، وبطبيعة الحال لا يقدم له العلاج المناسب في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى تفاقم حالته. وللأسف الشديد في كثير من الأحيان نجد بعض الإشارات وبعض التنادرات والأعراض الظاهرة والواضحة، لكن العائلة أو الأسرة لا تأخذها بالجدية اللازمة، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية العقلية، إلى أن تصل في مرحلة معينة ما نسميه من الانتقال من الفكرة إلى الفعل، بحيث أنه لا يظل الأمر أو العرض المرضي لصيق بأفكار تراوده في ذهنه، بل يمشي في اتجاه أن يجعلها أفعال وينتقم من تلك، سواء أصوات هلاوي السمعية تأمره بأن يفعل يعني فعل إجرامي. فهو لا يميز في كثير من الأحيان، وأغلب من تم استجوابهم بعد هذه المجازر أو بعد هذه الجرائم دائما يعبرون بأنه كان هناك شيطان، أو كان هناك صورة غير صورة هذا الإنسان الذي يعني تربطه القرابة العائلية، وهنا تبدأ بالفعل الجريمة للأسف. نعم، وهنا يمكن يأتي دكتور أهمية التشخيص الفعال والمهم في هذه الحالة. نحن لا نريد أبدا أن نضع وصمة على من يعانون من اضطرابات نفسية بأنهم هم ناس ممكن أن يلجأوا إلى العنف، ولذلك عندنا حرص خلال هذا اللقاء أن لا نعمم. وهنا السؤال، كم هي الإحصائيات أو حسب الدراسات الاضطرابات النفسية التي قد تودي بالشخص إلى تصرف عنفي؟ لأنه كما نعلم من يعانون من اضطرابات نفسية هم من يعانون من العنف من المجتمع ومن الوصمة والمصمة عليهم. هل توافقني الرأي؟ أكيد صحيح، ملاحظة في محلها. لا يمكن أن نعمم، خاصة أننا نستطيع أن نميز وأن نفرق بين الاضطرابات النفسية العصابية والاضطرابات العقلية الذهانية. الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب أو القلق أو الوسواس أو نوبات الهلع، هذه كلها اضطرابات لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤدي إلى ارتكاب جرائم، أو حتى أن تؤدي إلى الانفعال أو العنف عموما بشتى أنواعه. لكن الاضطرابات الذهانية أو الاضطرابات العقلية هي التي تمشي في اتجاه أن وظائف الدماغ تعطل في كثير من أنواع هذه الاضطرابات، وعلى رأسها الفصام، وخاصة الفصام الذي يبنى على الشك في الآخر، والذي يبنى على أنه فهو في كثير من الأحيان هذا الشخص الفصامي أو المصاب بسكيزوفرينيا هو دائما يمشي في اتجاه أنه يحاول أن يدافع عن نفسه
نتيجة كل تلك الأفكار، لأنه هو دائما إذا كنا نتكلم عن جريمة مثلا استهدفت فيها الأم، فهو يرى بأن هذا الأم تدس له السم في الطعام. هذه كلها أفكار نوع من الهذيان المرضي الذي يوجد عند الكثير من الأشخاص، الذي يمشي في اتجاه أنه لا يبقى مجرد أفكار تراود هذا المريض، ولكن يتجه من الانتقال كما قلت من الفكرة إلى الفعل. التشخيص المبكر أمر مهم أشرت إليه، صحيح. التشخيص المبكر ربما هو أهم يعني مفتاح في مفاتيح القضاء على 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 هذه الجرائم، بأن لا نأخذ الأعراض يعني بشكل هزلي أو بشكل عادي أو اعتيادي بأنه هو مريض يعاني من كذا. وفي كثير من الأحيان هذا التشخيص يؤخر نتيجة ضياع الوقت مع المشعوذين ومع الرقاة ومع مجموعة من المحطات التي يعني يزداد، خاصة أننا نعلم جيدا بأن هذه الأعراض يعني تزداد الحدة بشكل كبير في وقت وجيز جدا، مما يؤدي في مراحل لاحقة إلى أن ترتكب هذه الجرائم. نعود إلى الجرائم العائلية المرتكبة مؤخرا في عالمنا العربي. بحسب موقع نمبيو كرايم إندكس المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم، احتلت دمشق المرتبة 35 عالمية لناحية عدد الجرائم المرتكبة، وفي المركز 65 جاء طرابلس في ليبيا، وهما بلدان تشهدان حربا، بينما لم تحتل أي دولة عربية مرتبة متقدمة في القائمة. باختصار، هل نحن نعيش في مجتمعات عنفية، أم أننا شعوب مسالمة وما يحصل من جرائم هي مجرد ارتكابات فردية؟ صحيح، هو كي لا نذهب في الأمر، هو في الحقيقة لا يحتاج إلى التهويل، ولكن في نفس الوقت يحتاج إلى دق ناقوس الخطر والاهتمام بالصحة النفسية والعقلية بشكل أكبر في المجتمعات العربية، خاصة أننا نتكلم على أن كل المؤشرات، خاصة الـOMS أو منظمة الصحة العالمية، دائما تعطي بأنه أغلب البلدان العربية على مستوى الصحة العقلية والنفسية هي في ذيل القائمة، بحيث أن المرافق وبنيات استقبال المرضى وحتى تكوين الأطباء النفسانيين والمعالجين النفسانيين ضعيف في هذه البلدان. البلدان الغير المستقرة كما أشرت، مثل سوريا أو يعني ليبيا، هي بلدان ربما عدم الاستقرار والضغط والحروب، أكيد مستوى الاضطراب النفسي والاضطراب العقلي سيكون مرتفع في هذه البلدان، وأكيد أيضا في ظل الحرب وفي ظل عدم الاستقرار أيضا بنيات الاستقبال ضعيفة وإن لم نقل نادرة جدا. فبالتالي الأمراض تنتشر مثل الأمراض العضوية مثل الأمراض العقلية. نعم، وهنا دور المحددات الاجتماعية بالنظر إلى أيضا عندما نتحدث عن الصحة النفسية، لنفند بعض الجرائم التي هزت المجتمع العربي. في العام 2020 هزت العراق جريمة قتل أم لولديها عبر رميهما في نهر دجلة للانتقام من والدهما. كيف تتغلب هنا الرغبة في الانتقام على عواطف الأمومة؟ يعني كنت ذكرت قبل، لكن أيضا ممكن هذه الاضطرابات النفسية أن تلغي هذه العاطفة أو تشوهها؟ لنكن واضحين، مسألة المثال الذي أعطيته، هناك أمثلة مشابهة كثيرة جدا في جل البلدان العربية وفي العالم، ليس الأمر يقتصر، ربما نحن نناقش البلدان العربية ومآلات والمنظومة الاجتماعية المشتركة بين البلدان العربية، ولكن الأمر هو ينتشر عبر العالم. أم تصل في مرحلة من المراحل إلى قتل أبنائها من أجل الانتقام من الرجل، هذه أم غير سوية. فهنا السواء النفسي أو الاتزان النفسي أمر مهم جدا، مدى تعلق هذه الأم بهذا الزوج وبهذا الأب حتى تصل حد قتل فلذات أكبادها من أجل الانتقام منها، هذا أمر غير منطقي ولا يمكن لعاقل أن يستوعبه. وهنا نقول بأن مثل هذه الجرائم تكون هناك كما قلت إشارات قبلية
يعني تعطينا بشكل واضح أن هذا الإنسان يعاني من اضطرابات عقلية ومن عدم اتزان. للأسف القانون الذي يطبق في جل البلدان الغربية من أمريكا وأوروبا لا يطبق في كثير من البلدان العربية، وهو سحب الأبناء من الأسرة أو من الأم عند وجود عدم اتزان نفسي، وهذا أمر مهم وليس أمر عقابي بالنسبة للأم من وجهة نظري، بقدر ما هو وقاية من أجل توفير مجال صحي على مستوى نمو هذا الأطفال، لا أن يظلوا مع أم تعاني من اضطراب عقلي تستطيع في أي لحظة من اللحظات أن لا تميز بأن من يتحركون في البيت هم أبناؤها بالفعل. نعم دكتور، ما هي المؤشرات التي على العائلة أن تلحظها مثلا في حال وجود شخص عنيف داخل العائلة، وكيف على العائلات أن تتجنب هذا المصير الأسود؟ هو في غالب الأحيان لا يظهر العنف عند هذه الحالات، العنف هو المرحلة الأخيرة التي يمكن أن يلجأ إليها. أكثر ما يمكن أن ننتبه إليه داخل الأسر هي عندما يتحدث فرد من أفراد الأسر بشكل مبالغ فيه في الشك في أحد أفراد العائلة، عندما يقول الابن بشكل متكرر دائما وتجد نفور شديد من هذه الأم ويعبر على أن هذه الأم تسعى إلى قتله، تسعى إلى تدميره وتدمير مستقبله، تسعى إلى وضع السم مثلا في الطعام أو إلى أذيته، فهذه كلها مؤشرات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ويجب أن نفصل بين هذا الابن وهذه الأم. أنا أعطيت مثال بالابن والأم، كما يمكن أن يكون الأمر يتعلق بزوج وزوجة. يمكن أن يصل إلى حد معين إلى شك مرضي لا يستطيع أن يستوعبه العقل. فهنا كل هذه مؤشرات تدل على أن الحالة النفسية والعقلية تحديدا غير مستقرة، ويمكن في أي لحظة من اللحظات أن ننتقل من مجرد أفكار تقال أحيانا أو ترى بالعين إلى فعل، ويكون للأسف فعل إجرامي في حق فرد من أفراد العائلة. انتهى وقتنا، شكرا لك الاختصاص النفسي الإكلينيكي والمعالج النفسي دكتور فيصل الطاهري، كنت معنا مباشرة من الدوحة، شكرا جزيلا لك.